مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية قدون كلبض أقل البرلمان جمهورية فدرالية الصومالية مدن ياشا لبض أقل البرلمان جمهورية فدرالية الصومالية اللي بعنا ولا على أنا دولة جيبوتي وجهورينتي ولا ليالي أو جولادا إن الجمر كوبن إذا كسيه أو لها وقب صومي ولا هشعبك لبدي كلفت إيه كهوري كلفت عن ما تنو فرمايا كلفت كوبر أقول هشعبك سير هسمع أي سير هسمع وفرمي أبهي لأفري توبن كيد لبكن لبهي لباتن أو مالين تاس أهيد مالين تي هل كان دستوري غا لأينو داري إلا إيو لماتيس غلوهو وحو دير تساري دورشي دي قدون كغلها شعبك مدحوينة جمهورية فدرالية الصومالية كالسوني سينتي رئيس الوزارة حكومة فدرالية الصومالية إيو أنسهينتي برنامج حكومة سيدو كالي كالفرقي لبات أو فرمي أسنة نوفمبر شان يتوبن كذا لبكون لباتن إلا بو قولوا مهمت كارا سيئي شروع بدن أو أي سوق بيسي حكومة حكومة شروع لاس وحيو بناين أريمها الدين عفين تأيو حوجين تأمن قرنها مدن يا مدن 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 حوين مدن يا شرفت له أغسطس تطلب هذا لبكون لباتن إلا بو قولها الشعب وعو عن سهيئي برنامج حكومة أو كقوان إلى يوم الاحتير أو أي كم ديهم دبوا إجازة الدستور كا إيو ديمقراطية تدلك كلفة عن قلعة الشعب وحدير تساري دونا إن شاء الله أري ما سأصعب كو دبوا إجازة الدستور كا قلعة الشعب كبرنامج جمهورية الفدرالية الصومالية وحو عن سهيل كلفة دي كو وادي ولا بعض guddiga oo xil saaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kala ah guddiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo guddiga madaxbanaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka mudan yar waxa arin aad loogu xumaado ah in dastuurkeeni uu dhaafi la yahay kumeel gaar ayadoo tan iyo 2012 دستور دیگریستی سلوک بهیه کارشات آد و بدن. سید کلیه و دستور که دلواو ساری کار کمیلگار مدا. و این ای و دشگان طبع دحمرتا برنامه جمهوری فدرالی سومالی را بی نیزاقل. وزارت عدالت و عریمه دستور. گودیگ رو حل سار دیگریست دستور که ایو این سید دکدگا کالفدگان گلها ای اوبید گران. كدوديستا ديوغيس دستوركا بارلمان جمهورية فدرالية الصومالية عمره 20 أقل ما تحلك إن جوجا وجدا ولا ليال وواجب إن سارن إن أن كنتنو سيدي دالك إن أهل كويلن لها دستور أن كميل جارهين هذا بقول دي إذا قابل سن ديوغيس دستوركا وحال فريا إن كل مدى إن وصو آدن أي برلمان جمهورية فدرالية الصومالية لابد يسأل أي وصو بيان حبراء لغو أسحينا يو دستورك إيو سيدو كره إن نقول كقرال كوبا دبوغيس دستورك دبوغيس دستورك إن نقول كقرال كوبا دبوغيس دستورك سي هلبانة وقت وحلان كدوديستي سيو أنسحنتيسا كأنسحنتيسا قدم كلابات ديمقراطية تدلك دورشو ديمقراطية دلك كتابسون تبوحا قدم بيسي مارسو كنسغال بغو الهدين السغال أو حال مر لبدا دورتي هلوانا دا قولاها الشعب كايو قولياش ديغانا دا وحاحوسين مدن إن برنامج حكومة وقوله عن سهيه أغسطس تدور هذا لبكون لباتين اللبو أهما هم يمسناين أي حكومة دير تسارع دون تأيكم ديهم دورشة هلبانا دا برنامج لبي توبنا إن أي نقطة ميت أوف إي أتا أشعبك وكيل دوري
ku metelaya golayaasha baarlamaanka si toos ah qarsoodi halaal ah ay u soo doortaan. Baarlamaanka wuxuu ansixiyey dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah in baarlamaanka wuxuu ansixiyey dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah in la hirgeliyo doorasho qofi cod ah oo ay ka mid yihiin kow sharci lambar afar laba bishii afaraad laba kun shan iyo toban sharciga dhisidda guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka laba sharci lambar toddobaatan iyo shan ee soddon iyo kow bishii laba iyo tobanaad laba kun iyo afar iyo toban sharciga dhisidda guddiyada madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka saddex sharci lambar sagaal iyo toban ee labaatan iyo todoba bishii lixaad laba kun lix toban sharciga xisaabta siyaasadda dalka shan sharciga doorashooyinka qaran ee heer federaal afar sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal lambar shan sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo la ansixiyey kow bishii saddexaad laba kun labaatan iyo saddex xildhibaanada federaalka soomaaliyeed xukuumadda federaalka soomaaliyeed waxaa la falayaa in ay muhiimad gaara siiso soo gudbinta shuruudaha muhiim u ah doorashada qofi cod sidoo kale waa inay soo gudbisaa xubnaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo u xilsaaran qabashada arrimaha doorashooyinka dhammaan xildhibaanada waxaan kula dardaarmayaa in kalfadhigan saddexaad ee maanta inoo furmaya u dhabar adeegaan juhdi badan ay geliyaan ka doodista iyo ansixinta dastuurka si dastuurkeenu ugu baxo kumagaalnimada. Ugu dambeyntii, mudane madaxweyne, waxaan kugu soo dhoweynayaa gudashada waajibaadkaaga dastuuriga ah siduu u qabo qodobka sagaashanaad xarafkiisa G masaga si aad inoogu furto kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka kow iyo tobanaad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne, adigu aad u mahadsan soo dhawaada xildhibaanada sharafteed aad iyo aad u mahadsan tihiin. taasi oo ah goob u diyaar ah ilmaan baadigeeda kala duwan loo qabto jir qurxinta ayaa soo gaada laabisha musiba.